لأنك أنت اللي جايب هذا كله. اللي دائما تبالغ. يعني هذا مبدأك أنت. سويت اللي تبينه، وش صاير بعد؟ وش فيك أنت؟ اتصلت فيك علشان أقول لك هاتي معك كزبرة. ليه تكلميني بهالطريقة هذه؟ لأني كل ما نطقت بكلمة قمت تنتقديني. تراك ناسية نفسك يا بنت. سمعتك ما هي ناقصة. السنين اللي قضيتها برا كانت أحلى أيام حياتي. ما حد تكلم عني ولا قال عني مجنونة أو متخلفة. الناس هنا اللي متخلفة. المشكلة في الناس اللي هنا مو فيني. الله يعين اللي بياخذك بس. ومين قال لك إني أنا أبي أتزوج من هنا؟ كلهم متخلفين عقولهم قفلة. وتبيني أتزوج منهم بعد؟ يا أخي لا يكون هذا برنامج الصدمة. يعني تبيني زوجك واحد أجنبي مثلاً؟ يمكن. وش دراك؟ ليه وش فيهم الأجانب؟ شوف كيف بتدخل. دخل وش لك فيه أنت؟ أقول ترى ما يصير هذا الكلام، ها؟ ترى عيب. والله أنك أنانية وما تفكرين إلا في نفسك. خذ خفافة السوق الله يخليك. على فكرة يا عصام، الطماط اللي جايبينه مزروع في السعودية ولا مزروع برا؟ لأن صراحة لو مزروع في السعودية ما أبي أسوي شربة متخلفة وعقلها مقفل. أقول إذا تبي تقول شيء ترى أنا موجودة هنا. والله مهما تحاولين ما راح تقدر تغيرين لحمك ودمك، وراح يشوفونك دايم مختلفة عنهم. قل لا أكثر بس. لا 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 خير. ما في شيء، أنا ما دخلني. هيا الله صباح خير، إنا لله وإنا إليه راجعون. يرضيت يا بنيتي إن ستطلعيننا كل يومين وتروح أمك وتدخل المدرسة تقعد تكلم المدرسات؟ يا كاسرة باب الصف، يا متاوشة مع الطالبات، وش السالفة يا سلطان؟ أقول نجود يا يمه، كبري بس عقلي، بعدين إحنا وش جايبين؟ بنت ولا ولد؟ والله بنت، بس إن الله بيهديها إن شاء الله. فما هنا الله يحفظك إلا إن نسمع كلام الأستاذة ابتهال وندخلها نادي، وبس ونفتك. أنت من جدك؟ حاجة وش نسوي بعد؟ أفا ما نمتي لها الحين، سلامات. سلم عمرك، ما فيني نوم. لا 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 لا، حتى ترى أنا ما أقدر أنوم وبخاطرك شيء، لازم تقولي. خايفة عليها. كل شيء قاعدة تسويه غلط، كل حركة، كل قرار، وانت قاعدة تشجعها على الغلط. سلطان، إذا أنا الحين ما قسيت عليها، بكرة الدنيا بتكسى عليها في المستقبل.